واحد بيقول في احدى محاضرات قداستكم نبهت ان لا تطفئ انوار الكنيسة اثناء القداس الالهي، وقلت قداستكم لو حدث ذلك وامر الكاهن تقول له الله ينور عليك يا ابونا، لكن يا سيدنا كاهن كنيستنا يتعمد ان يطفئ انوار الكنيسة اثناء القداس ويضيئها اثناء الانجيل فقط. مفروض الكنيسة تكون منارة باستمرار أثناء القداس، مفروض كده. مش معقول إن احنا في أثناء القداس نطفي أنوار الكنيسة، مش معقول. واللي بيطفي النور في الكنيسة يا ريت يجيب لنا إيه المصدر من مصادر الطقوس المعترف بيها اللي سمع فيها هذا الكلام. واذا كان اثناء قرايه الانجيل بننور الانوار، طب وهو القداس ده القداس اهم. مش اصول ابدا تطفي انوار الكنيسه اثناء القداس.